الاهلي يتقدم على نادي اسوان بثلاثيه رائعه في شوط اول، سيطر عليه النادي الاهلي سيطره كامله وكانت له الغلبه في كل حاجه في الشوط الاول، حتى بما فيهم ركله الجزاء اللي احتسبت في كلام ولكن احتسبت، وتمكن محمد الشناوي من صدها ببراعه في شوط من وجهه نظري كان نجمه الاول لاعبو النادي الاهلي وبخاصه حسين الشحات. كابتن شريف، فوز مستحق الشوط الاول للنادي الاهلي. اتفقنا قبل الشوط ما يبتدي، لعيب النادي الاهلي هي اللي هتحسس لعيبي اسوان ان هي جايه تفوز النهارده بالاداء وبالانتشار وبالشكل وبالاحتفاظ رغم صلابه ارض الملعب. طبعا تلاحظ ارض الملعب صلبه، تحكم في الكره برده والهواء برده كان مع النادي الاهلي في الشوط الاولاني، رغم كل الظروف دي واللي قبل المباراه وخلال المباراه الاهلي بيأدي اداء جيد جدا. سعيد جدا وببارك لمحمود كهربا كويس، صحيح احساس اللاعب في منطقه الجزاء وهو بيتعامل وبيتناول كل الكرات اللي بتجيله بيحاول يثمر منها اذا كان على شكل هجمات خطره او اهداف، اعتقد ان هيكون ليه باع كبير في الشوط الثاني كمان. حسين الشحات زي ما انت قلت يعتبر نجم الشوط الاول، تحركاته واصراره ورؤيته للملعب كله زي ما كلمتك عن قفشه قلت لك في حته ثانيه، صحيح ادي مجدي قفشه والناس اللي بتحاول تخرجنا وتخرج لعبتنا وتخرج عبد القادر وتقول لك سطر ومش سطر وبتاع يلعب على سطر ويسيب سطر، اللعيبه دي كلها في ظروف طبيعيه وبتدي امكانياتها وفردياتها العاديه هم في حته ثانيه. صح، والاهلي باذن الله تكمل على خير النهارده وهنشوف شوط ثاني احسن. نتمنى برضو بعض التغييرات اللي لو حصلت في الملعب تبقى بالدعم لشكل المباراه القادم. أيوة. يبقى انا مبسوط لمحمد اشرف النهارده، هدوءه واحساسه بالمكان وهجومه وجرأته، عمل كذا حاجه ورغم الظروف بتاعت الارض وكمان حاول في عرضيات كتير وحاول يعني، بس الاهلي عنده مبدا النهارده في الاداء، انا النهارده بلعب بتركيز. ايوه مفيش ميز باص كتير، ما انت اي مشكله بتحصل لك في الميز باص وحصلت لك كورتين ثلاثه في وسط خالد فرقه اسوان يكونوا عندك في الملعب الثاني، انما الحمد لله استعادت ثقه جامده جدا، ثلاث اهداف مع هدفين كمان رايحين، شوط ثاني باذن الله لا يقل عن هذا الشوط باذن الله. كابتن اسامه، تفوق كامل للنادي الاهلي الشوط الاول واعتقد النتيجه منطقيه. احنا قلنا الفروق واضحه لصالح لعيبه النادي الاهلي من حيث الخبره، من حيث الامكانيات، من حيث اللعيبه الدوليين، ولكن كنا بنقول ايه لما يكونوا في الحاله الكويسه، عشان كده قلنا هنشوف حالتهم في بدايه اللقاء. بامانه النهارده من بدايه اللقاء النادي الاهلي بيدي درس انه حيويه واصرار غير طبيعي من بدايه اللقاء انه هيفوز، يعني حسسوا لعيبه اسوان انه لا امل في اصراره بالظبط في المباراه. النادي الاهلي مصمم على الثلاث نقاط وعلى المكسب. حاله لعيبه كتير جيده، حتى في حيويه ونشاط في معظم اداء اللعيبه، وحسين الشحات عامل شغل كبير جدا في الجبهه اليمين، والثلاث اهداف تمريرات متقنه جدا منه، وكهربا جاب هدف جميل وبيتحرك كويس، قفشه جاب هدف رائع، اليو ديانجو ومروان عطيه مالين نص الملعب ومسيطرين على منطقه نص الملعب وعاملين استحواذ كويس جدا. صحيح. الكور الثانيه كلها بياخدوها، طالعين كويس ورا الثلاثه الاربعه اللي قدام، الناس اللي ورا مأمنين كويس، خالد عبد الفتاح واشرف رغم هجومهم مش بنسبه كبيره زي ما بيكون موجود علي معلول او هاني، ولكن محافظين على اماكنهم مفيش خطوره من ناحيتهم. ايضا محمد عبد المنعم ومحمود متولي مأمنين كويس. الشناوي اخرج ضربه جزاء في توقيت كان ممكن يدي امل لفرقه اسوان. صح. ان ترجع للقاء الدقيقه 42 او 43 وانقذها بطريقه رائعه. كانت هتبقى 2-1 مظبوط، كمان مش بس بقت 2-1 هو انقذ دي وقفشه رد بالثالث تقريبا قتل المباراه. واعتقد انه النادي الاهلي لو استمر بنفس الحيويه والنشاط الاهداف هتزيد. وانا بتمنى ان هم ما يقللوش من الريتم ده، لانه الماتش خلاص بقى بتاعهم،
ويقدروا يصطعوا يجيبوا كمان اكتر من هدف، وكمان الراجل هيبقى عنده حريه ان ممكن نشوف واحد زي احمد القندوسي قندوسي، ممكن نشوف شادي حسين بقاله فتره ما بيلعبش، ممكن نشوف ايا بقى تغييرات تانية اخرى يعني. فهو صحيح. عنده دلوقتي اريحيه انه كمان يقدر يلاعب لعيبه ممكن تأدي في المباراه. كابتن عادل، تنبأت قبل الشوط الاول او قبل المباراه انت وكابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن بلال، النادي الاهلي النهارده هيظهر بمظهر مغاير تماما على اللي ظهر عليه مباراه الهلال السوداني. النادي الاهلي النهارده فعلا كان في حاله فنيه وبدنيه رائعه خلال الشوط الاول، وكان في كمان اصرار وتركيز من اللعيبه في حته الرغبه في الفوز من بدايه المباراه من اول ثانيه. والتاقلم من مباراه الهلال في الوقت طبعا. ده انك تلعب يعني خدت شويه تاقلم من ماتش الهلال، كان في صدمه الغدا والحاجات اللي اتكلمنا عليها اول الاستوديو، ولكن احنا بنتكلم على النادي الاهلي استغل النهارده النقاط. يمكن اتكلمنا في اكتر من نقاط في قبل المباراه، بقول لك لو النادي الاهلي نفذ النهارده اللعب من لمسه واحده، ودينا شفنا اكتر من كره لمسه واحده، حسين الشحات باص اكتر من جون اتعمل من لمسه واحده، ودي حاجه مهمه جدا. قلنا الحاجات العمق الدفاع النادي الاهلي مش عامله كويس، يعني عامل ضاغط الملعب شويه علشان الحته بتاعه هجوم اسوان ما بينقلش كويس عشان النادي الاهلي بيضغط بصوره جيده. الحاجه الثانيه المهمه، الكره الثانيه النادي الاهلي بياخدها كلها، النادي الاهلي متسيد المباراه صحيح. ولكن في نقطه عايز اقولها، انت عندك مباراه يوم السبت وعندك مباراه مهمه، انت يجب انك انت مش بتكلم ان المباراه خلصت اسوان بس، يجب انك انت تعد للمباراه القادمه. تعد ازاي للمباراه القادمه؟ يعني عندك اكتر من لاعب لازم يرتاح شويه. حسين الشحات عمل مجهودات كويسه قوي في الفتره اللي فاتت، ممكن يريحه. عبد القادر ممكن هيرتاح، محمد عبد المنعم لازم يرتاح، محمد الشناوي ممكن يرتاح التاني شوط او بعد ما يطمن على النتيجه اخر 20 دقيقه. دي حاجه مهمه جدا، زي ما ريحت هاني وريحت حمدي فتحي، ديانج لازم برضو يرتاح. يمكن دول اكتر ناس اللي هم يقدروا انك انت تريح فيه. بحب النتيجه الكبيره دايما، ولكن بحب الافضل انك انت تعمل نتيجه كبيره ولكن مع لعيبه تانية، بمعنى انك انت تدي روح للعيبه تانية ينزلوا يكملوا المباراه ويعملوا، بس هو مش من اول المباراه، ولكن اللي انا بتكلم فيه انه ان شاء الله يعملوا ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، تفوق كاسح للنادي الاهلي الشوط الاول، ولكن ماذا يحدث الشوط الثاني؟ خصوصا النادي الاهلي تقريبا قتل المباراه ولكن المباراه لم تنتهي بعد. بص يا كابتن، يمكن انت يعني سالتني قلت لي احنا مشكلتنا ايه في الحته الهجوميه؟ قلت لك التركيز. التركيز النهارده رحت تقريبا 3 او 4 فرص سجلت 3 اهداف. الموضوع مختلف تماما. طول ما انت بتركز في الحته الهجوميه هتخلص اي ماتش. النهارده النادي الاهلي واحده كهربا بيسجل، عبد القادر من يعني مش فرصه كامله، من نص فرصه بيسجل، مجدي قفشه من فرصه حقيقيه بيسجل، كان في واحده لحسين الشحات ولكنها يعني اللي هو تعامل معاها بشكل مختلف شويه، كان ممكن يبصيها ويحطها في الزاويه البعيده. فالنهارده التركيز والجديه بنوا على لعيبه النادي الاهلي النهارده في الشوط الاول. لعيبه بتأدي بشكل في جديه جدا صحيح. واضح الغضب في بالظبط على اللعيبه النهارده، فما احنا شايفين يعني وشوش اللعيبه النهارده غضبانه زعلانه صح. تمام، عندها جديه باين عليه في وش ان هو النهارده لازم مركز جدا، عايز يكسب المباراه. يعني قد تكون المباراه سهله تمام، يعني لو انت حاطط من جواك ممكن تقول المباراه سهله، لكن ما بيبانش ساعات على وشوش اللعيبه ان المباراه سهله، لا باين النهارده ان هم عليهم الاصرار، باين ان هم عايزين يكسبوا النهارده، الاداء جيد جدا، في رجوله النهارده، في قتال النهارده في الملعب، انت بتلعب فرقه الجو مش احسن حاجه. الملعب ارضيه الملعب ارضيته صلبه، الهواء معاك يعني مخلي عندك خلل شويه في الاستلام والتسليم والكرات الطوليه والحاجات اللي الهواء الشوط الثاني ممكن يغير وضع شويه عكسك طبعا عكسك الهواء شويه عكسك تقدر تستغله بشكل امثل افضل من كده. انت كل الكرات الطوليه بالنسبه لك، انت خد بالك انت عندك سرعات، السرعات دي انت مش قادر تستغلها لان الكره اسرع منك. مظبوط. الشوط الثاني ممكن تقدر تستغل الحته دي، بس الكباتن يمكن نوهوا على حته مهمه جدا وهي التغييرات بقى. يعني انت النهارده هل مستر كولر بيفكر في المباراه اللي جايه في لعيبه ثانيه؟ هل بيفكر في اللعيبه اللي موجوده في الملعب النهارده فيبتدي يغيرها الشوط الثاني؟ انت عندك اريحيه الشوط الثاني، اريحيه انك تقدر تغير اللعيبه، تريح، تقدر تستكشف، تقدر تشوف البدلاء الامثل، تقدر تدي للقندوسي وتتفرج عليه وتشوف امكانياته وقدراته. بس هو مستر كولر ما بيعملش الكلام ده من بدايه الشوط الثاني.
بس النتيجه تسمح لك يعني النتيجه تسمح ان انت تشتغل الشوط الثاني، تغير من افكارك الشوط الثاني، النتيجه تسمح انك تعدل من افكارك الشوط الثاني، تغير من بعض اللعيبه، تريح بعض اللعيبه، مع ان يعني اللعيبه اللي قدام هم اوريدي اصلا مرتاحين، لان هم في جزء كبير جدا ما لعبش منهم المباريات اللي فاتت، ولكن انت عندك مباراه صعبه جدا لازم مستر كولر يفكر فيها من دلوقتي. يعني مباراه سان داونز بتاعت يوم السبت، مباراه السبت فريق قوي كسبان مباراتين ورا ملعبه وجوه ملعبه، هو تاني اعلى قيمه تسويقيه بعد فرقه النادي الاهلي في بطوله افريقيا كلها. فالنهارده انت عندك فريق مستعد وبشكل جيد. فالنهارده انا من وجهه نظري المباراه، مباراه النهارده اسوان مش عايز اقول انتهت، ولكن اكليكيا مع النادي الاهلي تكاد تكون انتهت. اكليكيا. فالنهارده احنا محتاجين الشوط الثاني ان انت تغير، تعمل بعض التعديلات، تدي فرصه لبعض اللعيبه، تدخلهم في اجواء المباريات تمام، عشان تلاقيهم بعد كده في الماتشات اللي جايه. توقعاتك للسيناريو الشوط الثاني؟ الشوط الثاني اعتقد ان ممكن فرقه اسوان تكش شويه، تقلق، تشتغل على هجمات المرتده السريعه. الاهلي حتى والهوا معاه شويه، حتى والهوا معاه، خد بالك الهوا معاك ده يعني يساعدك في حاله واحده بس، التصوبات. لكن غير كده الكره بتبقى سريعه عليك، زي ما كانت سريعه على لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول، انت كل الثرو باسز كلها طالعه بره يعني. لكن بالعكس الهوا زي ما حصل في الهلال، الهوا كان معاك ما قدرتش تستغله، لما يبقى ضدك تقدر تستغل يعني. فرصه كبيره قبلنا النهارده ان احنا نعمل تجميد للفوز ان شاء الله كمان. باذن الله لكن لا وتقدر تزود يا كابتن، تقدر تزود يعني، ولكن يعني انا عايز اقول لك حاجه، ما اقصدش ان انا اوقف على ثلاث، لا لازم يبقى في اداء، خدت بالك طبعًا. يواكب الثلاث اهداف، لا وما تديش الفرصه للراحه النفسيه ومفيش ضغط اعصاب عليك خلاص يعني. التحيه طبعا، بص التحيه للشناوي طبعا النهارده اللي انقذ ركل. بص احنا يعني احنا زي ما بنقول لعيب مش موفق او اخطا، زي ما لازم نديله حقه النهارده. طبعا هو خرج المباراه من ان انت تعمل ان فرقه اسوان تعمل كامباك، مظبوط، لك النهارده ل 3-0، هو السبب التحول اللي حصل. بس بسرعه كده، اول 10 دقائق في الشوط الثاني ان شاء الله هتفرق مع النادي ان شاء الله باذن الله. ليه؟ لان اسوان لما يلاقي النادي الاهلي مركز تركيز تماما خلاص هيفقد الامل. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتاكيد الفوز وتعزيزه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.